أعلنت المقاومة الشعبية في صعدة مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه إثر غارة جوية لطائرات التحالف العربي بالمحافظة. وقالت مصادر محلية أن العمليات العسكرية للقوات المسلحة لا تزال مستمرة بعدد من المحاور في محافظة صعدة. وكشف قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة أن القوات باتت على بعد نحو 90 كيلومترا من مركز المحافظة.